إذا متابعي قناة شوف تي في، انقطاعات متكررة ناتجة من المصدر شبكة، هنا راه مجهودات تبذل من أجل نقل الصورة الواضحة، راه ما تصوروش حجم ديال المعاناة هنا مع شبكات ديال التواصل وكذلك الريزو لمتابعي قناة شوف تي في. غنقل لكم مجددا قطعات الشبكة ورجعات وحنا كنواصلوا معكم هذا النقل المباشر الآن والمجهودات المتواصلة، فخليكم متابعين قناة الشعب، غادي تكون تغطية حصرية الآن، بعد لحظات غادي يتم انتشال يعني الطفل هنا من هذاك المكان، غادي نحاول نقربكم بالرغم من الصعوبة ديال هذه المنطقة، ما خصني يعني صعبة جدا، غادي نحاول بهذه الطريقة هذه. شوفوا متابعي قناة شوف تي في، حفروا أكثر من 20 متر دابا تقريبا، صعيب 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 صراحة متابعي قناة شوف تي في، راه ما أشاهده الآن شيء صعب 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 صعب، الآلاف ديال الناس هنا يا متابعي قناة شوف تي في، الآلاف ديال الناس كينتظروا هاد 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 إخراج ديال الجثة، لا الناس نعم أخويا تعطي تصريح؟ شكون اللي بغى يعطي تصريح أخوتي؟ خويا شنو خصوص الطفل راهي شنو؟ خويا أنا ما عارف أخويا، ما عارف والو أخويا أنا، نعم؟ ما عارف والو أخويا أنا، ما عارف والو اخويا، الله يفاجئها الله يفاجئها على الجميع، الله يفاجئها ان شاء الله، نتمنوا التوفيق والتيسير، كنحاول نخلي السلطات يخدموا شويه الدور ديالهم وكنحاولوا نقلوا هنا الاجواء ديال المواطنين اللي كيتضامنوا مع ريان، صراحه قلت الشعب من الصحراء المغربيه تضامن مع ريان، راه اتصلوا بالاب ديالو من الصحراء المغربيه، وتحيه لخوتنا في الصحراء المغربيه، قناه الشعب كتحييكم والساكنه ديال تامروت وديال اغران باقليم شفشاون كتحييكم، اذا نواصل معكم النقل المباشر هنا من هذا المكان متابعي قناة شوف تي في، بالرغم من العياء بالرغم من لافاتيك حنا كنواصلوا نقل ما يحدث هنا بدوار اغران باقليم شفشاون، التغطية متواصلة على قناة الشعب، المنبر الوحيد ربما اللي داير يعني لايف هنا، كاينين الحمد لله مع كامل الاحترام لكل الطاقم، ولكن كتبقى شوف تي في هي القناة الأولى اللي كتنتقل وكتكون في قلب الحدث دائما في كل القضايا اللي كتهم الشعب المغربي، حنا الآن جينا وكنقل لكم الواقع كانكم معنا متابعي قناة شوف تي في. هذا هو المكان اللي شوفوا، لا المسافة، الله يحضر السلامة والله يحفظ جميع المغاربة من كل شر. تبارك الله عليك سيدي. الله يفرحنا الله يفرحنا بشي اخبار الخير. إذا في هذا المكان متابعي قناة شوف تي في كاينة الكاميرا هنا. قلت قنينات الغاز كاينين مربوطين ب 32 متر في العمق، قنينة ديال الغاز باش كيتنفس راهي، لان مسكين راه ساعتين ما اش من ساعتين، يومين من البارح لدابا هو يعني في لتحت، ما عطاوه الاكسجين باش يتنفس، وكذلك كاين الكاميرا، الكابل ديال الكاميرا اللي داخل لداخل الكاميرا هنا لهيه تما، فين كاينه الكاميرا مخبعه راهي الشو متابعي قناة شوف تي في، ما كيمكنناش يعني اول جودة نحط هذا تما، اذا متابعي قناة شوف تي في إذا متابعي قناة شوف تي في حصريا. نعم سيدي. ما غنبينوش، لا لا حنا ما غنبينوش. لا ما غنبينوش حنايا من دم، حنا غنبينو هي الأجواء ديالكم، حنا كنقلوا للشعب المغربي ما يحدث، ما غنبينوش حنا ريان مدمي ولا شي حاجة. ريان ولدنا وخونا وحنا جينا نضامنوا مع ريان، فما غيمكننا شيء، حنا قلب واحد وجسد واحد في هذا المغرب. باش نكونوا واقعيين كنديروا الخدمه ديالنا وكنقلوا الشعب المغربي الان كلشي كيشاهدنا على المباشر، وكل التحيه والاحترام والتقدير لكم انتوما، وحنا كنديروا الدور ديالنا بكل واضعيه، باش غير كون هاني من هذه الناحيه، حنا الشعب المغربي. اذا هذه هي الكاميرا القهر حصريا المتابعه قناه شوف تي في، القهر ديال البير هو هذا، ريان راه كاين مسكين تما، راه هو ريان متابعه قناه شوف تي في في هذا المكان، هذا في المكان راه هو ريان متابعه قناه شوف تي في حصريا، راه هي المتابعه قناة شوف تي في، وانا الدموع في العين ديالي صراحه، كنضامن مع الشعب المغربي ريان، راه هو اذا حصريا اللي شوف تي في كيتنفس مسكين، يا ربي يا ربي يا ربي تكون معايا يا ربي تنقدو. نعم متابعي قناة شوف تي في الان راه الان كيتم يعني صراحه نقل هذه المشاهد المؤثره، متابعي قناة شوف تي في على المباشر نقلها لكم، اذا بركه الله يسهل الامور، الله يجازيكم بالخير، تحياتي لكم الله يعاونكم، غادي نواصلوا معكم متابعي قناة شوف تي في التغطية المباشرة هنا الآن، راه المشاهد تدمي القلوب، مشاهد تدمي القلوب، قلبي يبغى يسكت صراحة، شفتوا
المكان اللي كيتواجد فيه راه هي المتابع قناه شوف تيفي، وكنديروا الدور ديالنا بكل وضوح بكل مصداقيه والكل الاحترام والتقدير للناس اللي كيسهروا على التنظيم هنا. صراحه قلب واحد جسد واحد في مغرب واحد شعب واحد، كل شيء متضامن الان. متابعي قناه شوف تيفي وشفتوا الصوره ديال ريان. صراحه بكل وضوح شفتوا الصوره ديال ريان وقلبي غيسكت، ما نكذبش عليكم، لان قلبي صراحه متشوق على انني ريان دايرو بحال ولدي، وقناه الشعب دايره ريان بحال الولد ديالها، وبغينا ريان يخرج. صراحه المتابع قناه شوف تيفي خرج حي يرزق، راه حي الحمد لله وراه كيتحرك، وبغيناه يخرج ان شاء الله باذن الله لهذا الشعب المغربي لهذا الناس اللي كي. شنو الدعوات ديالكم اخوتي؟ شنو الدعوات ديالكم؟ نقول الله سبحانه وتعالى هذا السيد مسكين ألمنا يخرجوا الوالدين ديالو سالم ويبقى حي ان شاء الله. نطلب الله سبحانه وتعالى راه حي كاين البشارات الخير، احنا كاين البشارات الخير، احنا فرحنا عاد دابا من خلال واحد المشهد. نعم سيدي تفضل. هادشي هذا كتقصوا البارح وكبداو البارح في الليل؟ نعم، احنا اول حاجه ثقنا الخبر، اول منبر اعلامي كيحط في اغران هي قناه شوف تيفي، هي قناه الشعب شوف تيفي اول منبر. هذا هو كنشكركم، كنشكروا اي قناه الدرك الملكي وقوى المساعده وكل شيء، كنشكروا كل شيء. احنا شوف الخبر كينتشر بواحد الطريقه، المصادر ديالنا كنتحققوا من الخبر، كنعرفوا واش صح ولا اشاعه. بمجرد ما عرفنا على ان تم يعني هذا الخبر صحيح والناس كيخدموا هنا، انتقلنا سمحنا في جميع القضايا وجينا لعندكم لهنا اغران، وكل التحيه والاحترام والتقدير لكم. قناه الشعب المغربي راه مع الشعب المغربي، وتحياتي لكم وشكرا. اذا غنواصلوا معكم متابعي قناه شوف تيفي هنا، هذا هو البلاصه اللي فيها ريان. راكم شفتوا، رحنا دخلنا الداخل وشفتوا بوضوح ريان متابعي قناه شوف تيفي. نتمنى ما ينقطعش الخط معكم لايف، لان كنقل لكم وكندير اكثر من جهد باش نقل لكم الواقع كيف ما هو هنا. اذا مازال نمشيو حتى نرجعوا ياك عمي، مازال واحد ساعتين شحال تقريبا؟ قول لهذا الشعب المغربي باش يعرفوا عليه. باقي شنو ساعتين واش اربع سوايع ولا شي خمس سوايع ولا ست سوايع ونص؟ مازال شي قال لك ما بين ثلاثة ساعات ساعتين. متابعي قناة شوف تيفي هذه هي الأجواء، ها انتم كتشوفوا غادي تستمر الأجواء هكا واحد الساعة ولا ساعتين، وغادي نرجعوا لكم من خلال بث مباشر بعد لحظات أثناء العملية ديال الإخراج ديال الطفل ريان. غادي نخليكم الان، غادي نزيدو نقلو لكم الاجواء من هذا المكان متابعي قناه شوف تيفي. اذا من هذا المكان ها هما الاليات يشتغلون. يا ربي السلامه. لا خويا لا ان شاء الله ما يكون غير الخير، حنا دايرين انتم تشوفوا المسافه. عندك اخي، عندك 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 اخوتي، حاولوا فيما بينكم لا يمشي شي تزاحم ولا شي حاجه، الله يستر الله يحفظكم. تحية قلت لرجال القوات المساعدة، رجال الدرك الملكي، رجال الوقاية المدنية، السلطات المحلية، يعني السيد قائد، السيد باشا رئيس الدائرة، العامل، كل شيء داير الدور ديالو، كل شيء كيشتغل وكل شيء باغي ينقد ريان. وتحية والشكر الكبير للساكنة ديال إغران ديال تامورت وإقليم شفشاول، الإخوان ديالنا والأحباب ديالنا، ودائما مع القضايا ديالهم إن شاء الله بإذن الله. إذا هذه هي الأجواء متابعي قناة شوف تيفي، هذه هي الأجواء مباشرة معكم هنا. أجواء صراحة غير مسبوقة هنا في تامورت في إغران، ننقلها لكم على المباشر. مازال الخدمة، مازال كاينة الخدمة، غادي نباتوا هنا مع الشعب المغربي، مع خونا، مع ريان، راه ولدنا، ما غاديش جاي نسمحوا فيه، غادي نباتوا معاه وغادي نقلوا الواقع من خلال قناتكم شوف تيفي. خليكم معنا متابعي قناة شوف تيفي، غادي نقل لكم كل التطورات هنا. إذا صراحة كنبغي نتحدث، والصورة ديال ريان في يعني ما نكذبش عليكم شفتها وتألمت واعتبرت الوليد ديالي لتحت. والصراحة المغاربة كاملين معتبرين ريان كابن ديالهم، وكيتمناو الفرج وكيتمناو يخرج سالم وعافى إن شاء الله
لهذا الشعب هذا كامل، هاد المواطنين، هاد الساكنه. شي دعيوه دعيو مع رياض، والله يجعل ربي هو يوقف معاه ويشم الحاله ديالو وينقذو ويطولو ربي في العمار ويفرح العائله ديالو والعائله ديالو والاب ديالو والوالده ديالو، يفرحوا ان شاء الله ونفرحوا كاملين معاه ان شاء الله يا ربي. اللهم امين. اذا متابعي قناه شوف تيفي، هذه الدعوات ديال ساكنه ساموروس وديال الشعب المغربي. الدعاء ديالنا يا ربي، لما تقبل منا الدعاء ديالنا وتفرح هاد القبائل كاملين ان شاء الله يا ربي. كل شيء والمخزن وجميع القبائل اللي جاوا لنا، كل شيء كل شيء تامورات ما خلوهم اي شهر جاوا لنا، اي دوار العمالات الشاون والحسيمه كل شيء جاوا جولة عندنا لنا، كل شيء كيتمنى الفرحة للعائلة ديالو والرايان يطولوا ربي في العمار ويخرج لعندنا سالم غانم إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله بإذن الله. الله يفرحنا جميع، الله يفرحنا جميع، الله يفرحنا جميع. إذا المتابعين قناة شوف تيفي كنقل لكم هنا الأجواء المثيرة هنا، ترقب انتظار، الكل ينتظر بشوق إن شاء الله بإذن الله. الله سبحانه وتعالى قادر وعلى كل شيء قادر كما كنقول دائما. هذه هي الاجواء نقولها لكم، والناس عياس مساكن عياو يتسنى. وشوف مسكين، شوف مسكين عمي، نطلبوا الله سبحانه وتعالى يرجع رايان الاب ديالو الام ديالو. واش ما نقولوا؟ ان شاء الله مستجابه الدعوه ديالك خويا. شي دعوه الله يدعي ولد الخير لرايان، راه ولدك لتحت ولا خوك لتحت. ايوا نطلبوا من الله يخرج بخير وعلى خير، ونطلبوا من الله مسكين واقفين من الصباح واقفين هنايا، ونطلبوا من الله يخرج بخير وعلى خير. عينا وانت تشوف الحاله ديالنا دابا، مسكين كيعز علينا بزاف، والله يكون معاه والله يكون مع العائله ديالو مع والدين ديالو. هادشي باقي. شكرا جزيلا، الله يحفظك خويا. جينا واحد المسافه طويله بزاف باش نوقفوا مع هاد العائله درايان، وكنتمناو ان شاء الله كما ربي خرج سيدنا يونس من بطن الحوت هاد الانسان رايان يخرج حتى هو. دعوه مستجابه ان شاء الله من والدين، وكنتمنى المغاربه يتعاطفوا معنا ويدعوا مع رايان كاملين قلبنا معاه، وكنتمنى يخرج سالم غالم الى اهله واسره. شكرا بزاف المشاهدين ديالنا. الله يفرحنا جميع، الله يفرحنا جميع. اذا المتابعين قناة شوف تيفي، هذه هي الأجواء. هذا السيد مسكين كيحرص على هذا الكابل ديال الأكسجين اللي هابط لريان، مسكين يتنفس منه. إذا ريان كيتنفس بهذا الكابل ديال الأكسجين، كاينين لي بوتاي ديال الأكسجين اللي كاينين لتحت، هبطوهم باش ما ينقطعش عليه الأكسجين، لأن ولدنا لتحت كيتنفس. والشعب المغربي ما يمكنش يتخلى على 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 طفل، طفل يعني حي، لا زال حيا يرزق لتحت. راه الكاميرا بينا قبل قليل الوضعية ديال الطفل، هو كيتنفس ما كيتحركش ولكن كيتنفس. متابعي قناة شوف تيفي، اذا هذه هي الاجواء. السي علي مسكين من البارح ما نعس، يومين هو خدام. السي علي مسكين ها هو كيعيطوا له الناس وكيتضامنوا معاه وكيهضروا معاه في المباشر. قبيله قال لي راه شافوني كنهضر في شوف تيفي، وعطانا تصريح مسكين السي علي، والله يكثر خيره. الناس ديال الوقايه المدنيه مساكن ما جلسوش من البارح كيشتغلوا، السلطات، السيد رئيس الدائره، الباشا، القايد، السيد العامل، كل شيء داير الدور ديالو هنا بكل بدون استثناء. متابعي قناه شوف تيفي، هذه هي الاجواء اللي الشعب المغربي كيكون متضامن فيها دائما. كنكونوا قلب واحد وجسد واحد. ربما كنهضر بزاف المتابعين ديالنا، كنهضر بزافيه، ولكن راه اللي في قلبي كنخرجوا، اللي على قلبي كنخرجوا في لساني، راه اللي كنحس به كنخرجوا بكل صدق وبكل امانه. اذا متابعي قناه شوف تيفي هنا على المباشر، انقل لكم بالصوت والصوره هذه الاجواء. صراحه السي علي مسكين باغي ينقد ريان، هو اللي غيحفر الجحر او ذاك الغار اللي غادي يربط ريان بهذا الشيء اللي كيحفروا السلطات. والرجال ديال الدرك الملكيه هما الان كتشوفوا التواجد ديالهم هنا المكثف من البارح، هما هنا صراحه رجال الدرك الملكي. اذا متابعي قناه شوف تيفي كنقلكم الاجواء المثيره هنا، اجواء صراحه مثيره. متابعي قناه شوف تيفي على المباشر انقلها لكم، 76000 مشاهده الان على المباشر. انقلنا لكم بكل مصداقيه
ما من قلب الحدث نقلنا لكم هذه الاجواء بصدق. قلت نقلنا لكم من قلب الحدث بصدق وربي اللي شاهد على اننا اشتغلنا بالنيه ديالنا وبالاخلاص ديالنا من خلال قناه الشعب اللي كتكون متواجده مع القضايا ديال الشعب المغربي، جميع القضايا ديال الشعب المغربي. هنا من قلب المعركه لازلنا نحارب من اجل اخراج طفل ريان من هذا الجحر هذا. متابعي قناه شوف تيفي، نعم الناس اللي كيسولوا على الدور ديال اللي كيقوموا به السلطات، كاينين الناس التقنيين اللي مسؤولين على الكاميرا كيشوفوا ريان لهيه وعلى تواصل كيشوفوا واش مازال كيتحرك، ومازال كيتحرك مازال بالروح. الناس ديال الوقايه المدنيه كيدخلوا الاكسجين لتحت باش كيتنفس ريان، هما حارسين. السي علي مسكين راه هو اللي غايدير داك التقبال اللي كتحرس كدير يعني كتربط ريان بهذا الشيء اللي كيحفروا الان. كل واحد رجال الدرك الملكي كينظموا الناس وكينظموا رجال السلطات، يعني القائد القوات المساعده راه دايرين الدور ديالهم. الساكنه منظمين الحمد لله، شوف دايرين بارير ما كيدخل حتى واحد الا السلطات والطاقم ديال الاعلام والصحافه فقط. الناس منظمين الله يعمرها دار، نظام تام هنا وكل شيء مساعد والامور في امان الله باش نكونوا واقعيين وباش نوضعوكم في الصوره. متابعي قناه شوف تيفي، هذا واجب اخويا. كنشكرك على هاد الخدمه اللي عملتي لنا، وكنشكر السلطه المحليه والوقايه المدنيه. والله يوفق راي المسكين والام ديالو والاب ديالو والعائله ديالو. ودابا ان شاء الله قريب وسيد العميله وما جا عاود مسكين من المجهودات ديالو، دابا حافظين 13 ديال المتر، دابا ان شاء الله يكون خير شي ساعه المكان يفرج ربي العالمين ان شاء الله باذن الله. شكرا، الله يفرحنا جميع، الله يفرحنا جميع. اذا متابعي قناه شوف تيفي، هذه هي الاجواء، هذه هي الاجواء. لازلنا نحارب كاملين، الشعب المغربي كيحارب هنا. كنحاربوا كاملين هنا لاخراج ريان من هذا الثقب اللي طاح فيه. متابعي قناه شوف تيفي، اذا كنواصلوا معكم النقل المباشر لهذه العمليه ديال الاخراج ريان. متابعي قناه شوف تيفي، من قلب هذا الثقب هذا اللي فيه 32 متر، هو على مسافة 32 متر. دابا راه تم حفر تقريبا 13 متر ديال ولا 20 متر. آليات هنا كثيرة كتشتغل صراحة. أنا عملت واحد الله يبارك، أنا نعاود الله يبارك. صراحة المجهودات تبذل في هذا الإطار اللي ما يمكننا نقولوا إلا برافو، برافو للكل على التنظيم. ما تخدمش بزاف باش ما كيمشي. نعم. والله خليك واحد في الشفر. مازال حسيت صافي داك واخا شكرا الله معاه. اذا نواصل معكم نقل هذا النقل هذا البث المباشر. متابعي قناه شوف تيفي، كنقلوا لكم الاجواء هنا. اذا هذا هو الثقب اللي طايح فيه ريان. متابعي قناه شوف تيفي على المباشر، انقل لكم الاجواء هنا المثيره صراحه والغير مسبوقه. السي علي راه مازال على تواصل وداير جهد ان شاء الله باش يخرج، غادي يدير واحد القناه ديال الربط ما بين هذا الشيء اللي كيديروا هذا الحفير اللي كيديروه وهذا الثقب اللي فيه ريان. غادي يدير واحد القناه ديال الربط على مسافه 32 متر من العمق، وسوف يتم اخراج ريان ان شاء الله سالما معافى للعائله ديالو للشعب المغربي. اذا نواصل معكم نقل هذه الاجواء المثيره. مازال ساعتين ديال الخدمه، مازال ساعتين ديال الخدمه. غادي نرجعوا معكم بعد لحظات. متابعي قناه شوف تيفي، ما احنا كنحاولوا نوفروا جميع الظروف باش نقلوا لكم بالصوت والصوره ما يجري هنا، وكنديروا مجهودات ديال البحث عن على الشبكه ديال الريزو. بزاف ديال الامور كنديروها هنا باش نقلوا لكم هاد الصوره اللي كتشوفوها الان. السيد العامل جاياك، هناك معلومات تقول على ان السيد العامل سوف يحضر بعد لحظات هنا، عامل الاقليم شفشاول غادي يكون بعد لحظات هنا. معلومات حصريه الان، الوالي ديال الجهه، الوالي ديال الجهه والوفد حسب التصريحات ديال المواطنين المعلومات اللي جات الان. اذا الان الناس مواطنين يطالبون بادخال واحد الشاب لانقاذ هذا الطفل. عندك رجع اخويا، رجع 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 رجع. اذا الاجواء مثيره هنا. متابعي قناه شوف تيفي،
المواطنين كيطالبوا واحد الشاب اللي البارح هبط، ها هو هذا هبط البارح باش ينقدوه، كيقول باغي هبط. شوف الرجوله وشوف القمه ديال نعم. خويا انا بغيت نهود اصاحبي، انا هود 30 متر وبقى 2 متر وحايز بالرحمه هود 3 ساعات وبغيت نهود دابا، داروا معايا انا هود المره الثانيه على راسي ما هبطونيش بحال اللي خانوا بيا. غنشوفوا شنو غيكون الرد ديال السلطات، غنشوفوهم. اذا المتابع غنشوف تي في، هذا الشاب يطالب بضروره الاخراج، يعني يهبط لهاد الثقب هذا ويجبد ريان من هاد الثقب. هذا اللي حاول البارح وصل 30 متر وما 16 لانه يعني عندك اخي هادشي. غير بلاتي يا احسن، غير بلاتي يا احسن، غير بلاتي يا احسن، الله يحفظك. غير بلاتي يا احسن. اذا كنقلوا لكم متابعي قناه شوف تي في هذه الاجواء المثيرة. عندك رجع رجع رجع، عندك عندك عندك. اتمنى يكون اذا المتابعين شفتوا راه كيبان الضوء تما في القعر ديال البئر. شفتوا متابعي قناه شوف تي في كيبان، راه كيبان الضوء تما، راه شاعلين له الضوء دايرين الكاميرات، راه كيبان. شوفوا انا نحاول نزوم. باقي باقي. اذا هذه هي الاجواء متابعي قناه شوف تي في على المباشر هنا. متابعي قناه شوف تي في كنحاولوا نقلوا لكم قعر البير شنو كاين فيه. متابعي قناه شوف تي في، هنا المواطنين باغيين يدخلوا واحد الشخص يهبط كيقولوا خصو يهبط لتما يجيبو. اجواء مثيره صراحه. نديروا اخويا شي حاجه من الفوق ليمشي، ما عرفت شي واحد تزاحم. سي علي واحد اخويا ليمشي شي واحد يزلق عاوتاني، الله يرحم الوالدين. حضي حضي عندك السي علي، عندك ارجعوا اخويا. الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم، عندك الله يحفظكم. اذا متابعي قناة شوف تي في على المباشر ننقل لكم بالصوت والصورة هذه الاجواء المثيرة صراحة. باغيين داك الدري يدخل هنا. نعم نعم. اذا كنقل لكم متابعي قناه شوف تي في للاسف الشديد الاجواء هنا مثيره. شفت قبل قليل ريان يعني كيبان في الضوء. إذا واحد الشاب باغي يهبط لتحت، هو اللي درنا معاه التصريح قبل قليل المتابع قناة شوف تي في، باغي يهبط القعر ديال البير ويطلع يعني يعتق ريان. قال أنا وصلت ل 30 متر ودابا خصني نعاود نهبط ونوصل 32 متر ونطلع ريان، أنا قادر نطلع ريان. شوفوا القمة ديال التحدي، والسلطات كتحاول تشرح له على أن ذاك الشيء غادي يشكل خطر عليه. كنا في حالة نسبقوا في جوج ديال الحالات، نسبقوا في ثلاثة. الله يحضر السلامة، فخاص شوية ديال الحكمة في التعامل مع هذه القضايا متابعي قناة شوف تي في. الان اجواء صراحه مثيره متابعي قناه شوف تي في، وقلبنا مع 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 الشعب المغربي ومع ريان. كلشي باغي ينقد ريان، راه هو ريان مسكين تما في ذاك الضو كيبان تما، نعس ريان مسكين وكلشي كيتسنى يطلعوا حي ورزق ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. الدعوات ديال المغاربه ما غاتمشي شي هكاك، غادي يتم الانقاذ ديال ريان. انا كنقول متابعي قناه شوف تي في غادي يتم الانقاذ ديال ريان، وغادي نحتفلوا حنا الشعب المغربي
الا كنا خسرنا في الكره غادي نربحوا بالانقاذ ديال ريان، غادي نفرحوا بالفرحه كبيره بالانقاذ ديال ريان ان شاء الله. والشعب المغربي راه متضامن فيما بينه. وهذه هي الاجواء على المباشر، كنقلوها لكم متابعي قناه شوف تي في على المباشر. التضامن ديال الساكنه، وانا قلبي غايسخف من الصباح وحنا كنديروا هذه التغطيه المباشره. حاولوا ترجعوا لورا الاخوه، الله يحفظكم. مرحبا بدي شويه الله. راه كيوجدوا الجناوه قالوا لي واه هو شوفوا من قبل البارح كيهودوا كيقول لنا يحصل، ودابا كيقول لك هذا سيدي انا نهود نجبدوا، ولا جايبين هاد التراكسات ولا جايبين هاد الثمره كامله احنا كنضربوا. نعم نعم. اذا المتابع قناه شوف تي في كيقول لك غادي يهبط، هما خافوا عليه ما خلاوهش يهبط. اذا المتابع قناه شوف تي في سوف اكتفي بهذا القدر، اعود اليكم بعد لحظات من نقربوا العمليه ديال الاخراج ديال ريان. غادي نتمناو من عند الله يتم تيسير الامور وتمشي الامور على ما يرام. دمتم في امان الله، ننقل لكم بعد لحظات بالصوت والصوره هنا من هذا المكان بالضبط. السكينه الله يحفظكم، الله يجازيكم بخير، الله يحفظكم، الله يجازيكم بخير. ضربنا بكم المثل في الشعب المغربي كامل كيفتخر بكم، وراكم في التنظيم راكم غاديين غايه، الله يحفظكم. ساعدوا السلطات ونساعدوا فيما بيننا في انجاح هذه المهمه هذه، الله يجازيكم بخير. راه غير خافوا على ذاك السيد باش ما يهبطش لتحت وصافي، خافوا عليه وصافي، راه ماشي خافوا عليه على الروح ديالو مسكين يمشي وقع له شي حاجه تاع صعيبه، من سوف يتحمل المسؤوليه انا هذاك الساعه؟ السلطات كاميرا في الكاميرا في الكاميرا انا شفتو بعيني في العيني راه عايش وغايجب. السلطات خوفانين عليه ياك، خوفانين عليه بالشر، وهذاك اللي انت ما خافوش عليه، خوفانين على هذاك هذاك هو المستقبل، هذاك هو المستقبل، عايش عايش وغادي يخرج، هذاك هذاك هو المستقبل ربي العالي، هذاك هو المستقبل على راسو نهود، هذاك هو والله تنهود شفتي كيمين والحال ساهل. لا كيخاف على راسو، انا ما كنخافش على راسي، الناس شوفوا متابعي انا شفت بها الناس باغيين يغمروا راسهم على ود ريان. هذا هو الشعب المغربي اللي كيتقاتل فيما بين من البارح من واحد الليل ثلاثة وانا كنرغى فيه من الاول دابا من 10 الانقاذ ديالو ان شاء الله دابا 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 احنا معاكم. شوف غنبقاو هنا حتى نجبدوا، غنبقاو هنا حتى نجبدوا ان شاء الله. تبارك الله عليكم، سمحوا لنا بزاف الله يحفظكم، شكرا. احنا معاكم غنديروا التغطيه معاكم حتى لاخر لحظه، احنا معاكم الله يحفظكم. غير نظموا الله يجازيكم بخير انتم اللي في القدام. صعيب راكم شايفين، والمغاربه 123,000 مغربي قربنا المليون مغربي كيشاهد هذا الشيء الان على البث المباشر. الله يحفظكم، كل شيء كيترقب معنا وقلبنا راه غادي يتحرق والله العظيم الا قلبنا غايسخف. الله يحفظكم. اذا الامور ستسير في امان الله. متابعي قناه شوف تي في، متابعي قناه شوف تي في، هذه هي الاجواء. اعود اليكم بعد لحظات، مازال ما سالينا شيء، مازال التغطيه متواصله على قناه الشعب. خليكم معنا بعد لحظات، كنت معكم هنا مراسل منصف بدري قناة شوف تي في قناة الشعب، دامت لكم المودة. بعد لحظات نلتقي ونعتذر على هذا الانقطاع الخارج عن الإرادة ديالنا طبعا.